السلام عليكم، معكم القناة ديال أجونس عربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم واحد العرض ديال واحد المنزل اللي كيتباع في سلوان في العمران، فيه 120 متر مربع محفظ، كيتكون من جوج طوابق وعنده دو فاصاد. باش تعرفوا معلومات أكثر تبعوا معنا الفيديو حتى الأخير. كما قلنا لكم في البدايه ديال الفيديو، هذا المنزل هذا الدوزيام ايطاج كاين في سلوان العمران، عنده جوج ديال الواجهات، كوميرسيال يعني صلاح بنادم يكري فيه الكراجات اللي على الفصاد الاخرى على حسب التجاره، وعنده الكراج ديال السياره على الفصاد الثاني لانه الدار عندها دو فصاد. في الدخله كما كتشوفوا كاينه الدخله لتحت، وكاين هنايا واحد الطواليت اللي كاين تحت الدروج. من بعد غادي نوريكم الكراجات. كاين هذا الكراج اللي على الفصاد الثانية اللي فيها الباب ديال الدخله ديال الدار، كراج على حسب السياره. وهنا كيبقاو جوج ديال الكراجات كبارين، جوج ديال الرداوات فيهم الحمام، هادو جايين على الشارع الرئيسي، يعني الشارع كبير، الشارع ديال 20 متر. هادو يصلحوا للتجاره لانه كاينين تما الحوانت، كاين تما كلشي، هادو الكرا اللي بغى اللي شرا وبغى يكري هادو، ولا بغى يدير فيهم هو شي بروجي ديالو خاص. الدار بالمناسبه فيها 120 متر مربع محفظه، فينيسيون مزيانه، بنيه ومخدومه واحد الخدمه متقونه. بروميير ايطاج كما كتشوفوا هنايا كاين صالون كبير، ديكوراسيون في السقف بالقبس. بروميير بطبيعه الحال فيه جوج البيوت، حمام صالون ومطبخ. هنايا لا كوزين جايه اوفير على الصالون، هذه هي كما كتشوف واحد المنظر رائع الصراحه. فينيسيون مزيانه ديال الدار وفيها التاسع، 120 متر كل حاجه واخده حقها. وبحكم انه الدار عندها جوج ديال الواجهات ف كل شيء عنده شراجم على الفصاد. كوزينه كتشوفوا هنا عندها شراجم على الفصاد، الصالون عنده شراجم على الفصاد اللي فيها الباب ديال الدار، الفصاد الثانية عليها الشراجم ديال البيوت بجوج، يعني الدار مشمشة ومهوية وجاية فواحد البلاصة مزيانة بزاف، كالم نقية. كما كيعرف كلشي دابا انه العمران ما بقاش كما قبل كانت خاوية، دابا العمران عامرة بالسكن وفيها كاع اللي غيحتاج بنادم في الحياة ديالو، مثلا المحلة التجارية ولا الابناك ولا المقاهي ولا اي حاجة كاينة تما دابا حاليا. طوبيس حدا الباب تقريبا واحد 100 متر. هنا البيت الاول كما كتشوفوا سرجم على الفصاد، هنا ايضا كاين البيت الثاني حتى هو كبير، الصباغه اللي في البيوت ديال الياقوت كما كتشوفوا كلشي على الفصاد. الدار كتكون هكا مفوجة، يعني كتكون مهوية، ماشي شي بيت هكا كيبقى مزموط فيه، ما كاين فيه لا شمش كتدخلو لا والو، لا هادي شي حاجة مزيانة وصراحة بونافير هادي، لأن غتستغل حتى التجارة. سوا بغيتي تكري المحل هكا كبير راه بتمانو، سوا بغيتي تفرقوا على جوج تكري جوج محلات، سوا شي واحد عنده شي بروجي بغى يديرو راه غيديرو تما. علاش؟ لانه عندك انت واحد الكراج في الجهه الاخرى ديال السياره ديالك، والدار فيها 120 متر، الخدمه ديالها متقونه كما كتشوفوا كلشي. هنا الفوق عاوتاني كاين صالون كبير، هذيك راها البلاصه فين كاين الكوزينه لتحت، هنا الفوق كاين صالون كبير كامل بقى مفتوح، والبيوت خلاص بحال تحت جوج ديال البيوت وحمام، يعني الدار توتال فيها أربعة ديال البيوت وثلاثة ديال الحمامات بلا هذاك اللي في الكراج، جوج ديال الصالونات كبارين ومطبخ كاين هنا، وكاين واحد المطبخ كاين فوق في السطح غادي نشوفوه من دابا شويه. حتى نتوما الا عندكم شي عقار كيتباع في سلوان ولا في مدينه ديال الناظور والنواحي، ما عليكم الا تتصلوا بنا على نفس الرقم. ايضا اللي بغى يدير شي تقييم للعقار ديالو بشحال يقدر يشري او لا بشحال باش يقدر يبيع، فاحنا كنديروا هذه الخدمه هذه، واللي بغى يدير شي تقييم يتصل بنا على نفس الارقام دائما اللي هما 0644017000. البيت هذاك راه مسدود ولكن راه بحالو بحال اللي لتحت، وهذا البيت الرابع اللي كنشوفه في الدار كامله، والثاني في الدوزيام ايطاج. الدروج كما كتشوفوا الرخام، باسامانو ديال الاينوكس،
الدار كما قلنا في سلوان العمران 120 متر مربع محفظه. الفوق كما كتشوفوا كاين هذا المطبخ، هذا كاين هنايا الفوق. صراحه الدار مزيانه، لا في الديكوراسيون ديالها، لا في الخدمه ديالها، الصباغه، لا البني ديالها، لا الفصاله ديالها، شي حاجه مزيانه بزاف. كاين واحد البليصه هنايا قبالت الكوزينه مسدوده مسقفه، يعني هي دايره محلوله على السطح، ولكن البلاصه كما كتشوفوا مسقفه، لا بغى الواحد يجلس فيها ولا شي حاجه. عاد كاين النص ديال السطح من لهيه محلول، والنص من هاد الجهه هنا مفتوح كما غنشوفوا هنايا في الفيديو. هذا النص الاول، وكاين النص الاخر ما مسقفش. هذه كتكون جليسه هنايا في الصيف، الكوزينه حداك، كلشي هو هذاك. الثمن ديال هذا المنزل هذا هو 160 مليون سنتيم. الثمن ديال البيع ديال هذا المنزل هذا هو 160 مليون سنتيم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول